مساء الفل والهنا والسعاده والتفاؤل والحب، مساء كل حاجه حلوه عليكم. رجعت لكم تاني في حلقه جديده من برنامج عايشه بسعاده. النهارده معايا فنانه جميله جدا ورقيقه، شاركت في عديد من المسلسلات والافلام اشهرهم مسلسل خيانه عهد. معانا النهارده مشرفاني ومنوراني برنامج عايشه بسعاده الفنانه برلانتي فؤاد الباشا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتيني ونورتيني. انا المتشرفه، انا المتشرفه طبعا بوجودي مع حضرتك. طبعا بعرفك طبعا المشاهدين اكتر حاجه اتشهرت فيها مسلسل خيانه عهد. للنجمه يسرى فعلا. كان جميل فعلا. هنسالك بقى، انا عارفه ان انت خريجه اداره اعمال. ايه اللي خلى حضرتك اتجهتي للتمثيل؟ اداره اعمال لتمثيل؟ بعيد تماما. يعني دراستي بعيد تماما عن مجال الفن. يعني انا دايما بقولها، انا من سوري انا كان عندي موهبه التمثيل. يعني وقعدت كده ان انا اعمل برضو شويه تجارب مع نفسي ومن صغري واشارك في المسارح المدرسيه وكده، بس لما كبرت بقى في وعي بقى ان انا في موهبه جوايا عايزه انميها. لما اتخرجت يعني وانا بدرس ما كانش يعني دماغي خالص في الفن، بس لما يعني اتخرجت وخدت شهادتي خلاص ومن الجامعه، ففكرت بقى ان انا اخوض تجربه التمثيل. واللي شجعني عليها والدتي واخويا ووالدي طبعا الله يرحمه، فكانوا موافقين جدا طبعا ان انا اعمل حاجه زي كده. وابتديت بقى ان انا عشان انمي قدراتي، جه في دماغي الافلام الروايه القصيره ان انا اعملها كدراسه ليا، مش ان انا. طب في حد عندكم مارس؟ لا خالص، العيله كلها. لا العيله على فكره كلها عندنا، انا الوحيده. العيله عندنا كلها يعني ضباط وجيش وشرط، يعني دنيا كده، فما لهمش خالص علاقه بالتمثيل. التمثيل بس. فهي دي كانت بدايتي مع الافلام الروايه القصيره، والحمد لله كان وشها حلو. طبعا انا عارفه ان انت اشتغلتي مسرح ودراما، اشتغلتي كتير حاجات. الحمد لله. الحمد لله. كان بدايتك ايه؟ في المسرح ولا السينما؟ في السينما. لا انا ما اشتغلتش السينما، بس ده اكتر حاجه ابتديتي فيها. اكتر حاجه كانت المسرح. المسرح بعد ورشه نقابه المهن التمثيليه. مسرح ده ابو الفنون، يعني مسرح ما فيهوش بقى. انا كنت نفسي ان انا اشتغل مسرح، فطبعا حلفني الحظ طبعا ان اشتغل مسرح بوجود طبعا النجم احمد سلامه والنجم علاء مرسي، اخراج الاستاذ حسام الدين صلاح. وكانت تجربه بالنسبه لي ناجحه، استفدت منها الكثير والحمد لله، اعجبت الناس وحققت فيها نجاح كويس الحمد لله فضل ربنا. بس فبعد منها بقى اتجهت لورشه نقابه المهن التمثيليه، عشان خاطر انا عايزه امشي صح في الفن. انا ما بحبش اعمل حاجه غلط، لا انا عايزه امشي طبعا النقابه، امشي صح. مسلسل عهد طبعا، مسلسل خيانه عهد. ده يعني ده اكتر حاجه ابتدت الناس تعرفك بيه اكتر واكتر. كنت الممرضه بتاعت خالد انور. هشام. هشام ده الحدوته بتاعت المسلسل على فكره. يعني هشام ابن الفنانه يسرى كان الحدوته بتاع المسلسل. يعني هو بقى وابنها وابن عهده، وكانت خايفه عليه زي ما حضرتك اكيد تابعت وكل الناس تابعت. فالموضوع كان بالنسبه لي كان حلو قوي قوي قوي، وكانت تجربه بالنسبه لي ناجحه ان انا اشارك في مسلسل كبير بتكلم عنه دلوقتي. لحد دلوقتي ما باجي مثلا في حته في الناس بتقعد تبص لي كده، هو انت كنت في خانه عهد؟ انت كنت محجبه. بالظبط كده، انا في شعري. فكان الدور بالنسبه لي جديد ومختلف، والحمد لله يعني حق نجاح كويس. بس كان في حوار على السوشيال لما سالت خالته الدكتور على صحته، كانت الناس فاكره ان انت بتشتركي معاها. ده انا خدت اليوم ده خدت فيه ترند، يعني خدت ترند على تويتر وعلى الانستجرام وعلى السوشيال ميديا، ان يا جماعه انت عارفه احنا هنا في شعب اصلا بيحب التفاصيل قوي. أيوة. وبعدين كانوا حاسين الموضوع بجد، خالد انور بقى هيموت وكرهه وحاله شيحه. فازاي بقى دي راحت المستشفى بعد ما عملت حادثه بتسال الممرضه دي، هم هيتفقوا الاثنين هيموتوا هشام. فبداوا بقى يقول لك شكل اسراء هي اللي هتعملها، الممرضه هي اللي هتموت هشام. وخدت بقى يعني مهاجمات كتير على مجرد بس ان حاله شيحه سالت للدكتور انا عايزه اتابع مع ممرضه اللي بتتابع حاله هشام عشان اطمن من اكتر. من حسن حظي كنت بصلي بقى، فماليش علاقه بقى ان هشام مات بعدها. انت اول مره تشاركي الفنانه يسرى في عمل فني؟ بالظبط. كان ايه شعورك؟ والله يا استاذه يسرى، يعني بصي، يعني قبل ما تكون فنانه هي انسانه. مسلسل كبير بحجم يسرى مشاركتي فيه كانت قليله مش كبيره، بس شرف كبير ليا. استاذه يسرى مدرسه الفن يعني، ما بقاش. ومتعاونه جدا وجميله جدا في اللوكيشن، وهاديه، وقد ايه ست راقيه وست الواحد بيتعلم منها بجد. يعني تبقى في اللوكيشن في نجوم كده، يعني بتحس ان انت بترتاحي معاها. فهي كانت جميله جدا بجد في اللوكيشن، وكل الناس بتحبها. فكان شرف. ما ظهرتيش معاها؟ كان يعني كان من حسن حظي نظر معايا، بس حصل شويه حاجات كده، بس ظروف كورونا وكده، ربنا يا رب يعديها على خير. فما حلفنيش الحظ ان انا اقف قدام. فالشغل كله كان مع خالد انور اللي هو ابنها. بس كده بالظبط. عايزين نسالي بقى،
ايه الاعمال اللي انت شاركتي فيها؟ الاعمال الدراما الاول. انا شاركت طبعا في مسلسل قوت القلوب، من حسن حظي برضو ان انا كنت في مسلسل بوجود، معذره عشان لازم طبعا اشكر على الهوا، احنا كلنا على خير نتعاد، طبعا المخرج الكبير سامي عبد العزيز. فمعذره طبعا ان انا عديت الكلام خدني معاكي، فلازم طبعا اشكره لان ده مخرج كبير وليه اسمه وليه كيانه. اشكره هو استاذ حسام الشربيني صاحب الفضل عليا ان انا اكون في مسلسل خير نتعاد، اؤمن بموهبتي والحمد لله ان عملت شغل كويس، فبوجه لهم كل التحيه وكل التقدير من خلال برنامج حضرتك. فمسلسل قوت القلوب ده كان هقطع عليكي، معانا فنانه شاركت معاكي في مسلسل خيانه عهد، فنانه سلوى عثمان. ها حبيبتي. الو الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. هي فنانه برلانتي عندكم صح؟ حبيبتي حبيبتي منوره يا برلانتي، حبيبتي بنورك يا جميله، الله يخليكي، ومنوره الاستاذه المذيعه، ده نور حضرتك يا فندم. انت اللي مشرفونا في برنامج عايشه بسعاده. ممكن بس تعلوا صوتكم شويه عشان انا مش سامعه. بقول لك انت اللي مشرفونا في برنامج عايشه بسعاده. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، ميرسي جدا، انتوا اللي منورين والله. حبيبتي عايزه اقول معاكي يعني فنانه جميله وبني ادمه جميله، وبرلانتي يعني تستاهل كل خير والله، انسانه جميله جدا. دي اول مره تشارك مع حضرتك في عمل فني؟ هي شاركت بس احنا ما كانش في مشاهد بيننا وبين بعض. كانت خيانه عهد هي عامله فيه دور لطيف كده، وبس للاسف احنا ما تقابلناش يعني، بس انا فرحانه بيها لان هي مجتهده بتحب شغلها وفنانه، وبعدين كانت بتعمل فيديوهات كده على الفيسبوك كانت جميله جدا، وبتعمل شخصيات مختلفه يعني، عامله على الفيسبوك كذا شخصيه كل واحده غير الثانيه، فانا سعيده بيها ان هي فنانه جميله كده. حبيبتي انا اللي سعيده بيكي ومبروك على نجاحك، ودايما متالقه يعني استاذه سلوى عثمان. لا جميله جدا وقديره وليها قيمتها بجد، سعيده بيكي. حضرتك ودور حضرتك كان في المسلسل كان جميل جدا، ومسلسل البرنس كمان خيانه عهد والبرنس مسلسل البرنس خيانه عهد والبرنس. هو البرنس بالنسبه لي يعني عارفه بحيث ان هو برضو الشغل فيه اقوى شويه، هو خيانه عهد شخصيه هاديه ما فيش فيها فعلا يعني ما فيش فيها انفعالات، ما فيش يعني، هي الجانب الخير هي واخوها بيومي فؤاد. ايوه ممثل قدير بصراحه، الجانب الخير في المسلسل، وان هو ده الجانب اللي هو بيفضل مع البطله الاخر اللي هي الاستاذه يسرى النجمه الكبيره، فدايما الخير هو اللي بيبقى في الاخر يعني. فعلا حقيقي، هم اخواتها لكن كانوا كلهم شر، واحنا اصحابها ومش اخواتها، بس كنا كاننا الاخوات، وده حضرتك دور الاخوات يعني، ده حضرتك اللي بيحصل في الحياه يعني. التمثيليه فعلا ديت مسلسل دوت كان فعلا بيحكي عن واقع احنا بنعيشه. ايوه في، بس طبعا هو ده مش يعني مش هو ده السواد الاعظم من الناس يعني، لا 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 طبعا في حالات بنتكلم عنها بالزبط. حالات احنا بنبقى رافضينها فبنتكلم عنها عشان الناس كمان بترفضها، فكل واحد يعرف ان هو يعني يبقى ملوش غير اهله المفروض، وان هو سنده هم اهله بالظبط. صح، فاحنا بنحاول يعني ايه نفهم الناس عن طريق الحاجات اللي بنعرضها في المسلسلات. لا جميل، حضرتك كنت منوره المسلسل ودايما في نجاح وتالق، وان شاء الله كده تشرفينا في برنامج عايشه بسعاده. ان شاء الله يا حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي على مكالمتك، وانا اسعد مكالمتك على راسي يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا كده يخليكي دايما في نجاح وتفوق وتحققي كل اللي بتتمنيه حبيبتي، ما تحرمش منك. ميرسي بجد ليكي يا حبيبتي. ميرسي لمداخله حضرتك. ميرسي بالك استاذه سلوى، استاذه سلوى يعني بصي من الشخصيات بجد اللي انا بحترمها وبحبها جدا وبقدرها، فنانه يعني هي على الفيسبوك حتى مع الناس مع السوشيال ميديا متواضعه جدا، وانسانه جميله، وانسانه تحس ان هي حبوبه كده برضو، في نجوم كده انا بحب ابقى قريبه منهم، بحب مع الكبار دايما فاهمه يعني، هي بتبقى دايما بحب مع الكبار اتعلم منهم واكتسب خبرتهم. فطبعا من الفنانه القديره استاذه سلوى عثمان كانت ترنت برضو في مسلسل البرنس، وانا كنت سعيده جدا بيها، وانا بقعد اتفرج كده يعني، انا بحب اتعلم من الناس العظيمه دي. فعلا عندك بجد فيها من الشخصيات الجميله، انا بعتز بصداقتها بجد. هي شرفتنا كمان باتصالها، هنكمل حوارنا.
هتكلمين عن اعمالك اللي انت قمتي بيها. احنا كنا بنتكلم عن مسلسل قوت القلوب، شاركت فيه برضو مشاركه بسيطه مع استاذه ماجده زكي واستاذه ليلى عايز العرب، اخراج طبعا ملك الدراما العربيه استاذ مجدي ابو عميره، وبقول له طبعا من خلال برنامجكم البقاء لله في والدته، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها. انا بعتز جدا برضو بالملك الدراما العربيه استاذ مجدي ابو عميره، واكتسبت خبراته وتعلمت منه كثير طبعا. والحمد لله ان ربنا بيحبني، الواحد يعني في يعتبر ما ابتديت اشتغل دراما اشتغلت مع مخرجين ليها اسماء وليها تاريخها، فدي بالنسبه لي فضل من عند ربنا وفضل دعوات امي الحمد لله ورضا ابويا الله يرحمه. فدايما انا عامه بقعد استشير والدتي واخويا. انا عارفه ان انت بنت وولد. بنت وولد هو اخويا وانا بس، فبعض استشيره هو بيقعد بقى يختار للصح، لا تبقي هنا، لا ممكن ده، ممكن ده لا، فهو معايا دايما وبيدعمني وبيوقف جنبي، فده ده كويس الحمد لله. الهوا كده في ناس دايما يقولوا انتوا اخوات مع بعض ليه كده كتير وبتاع، فهو دايما لا هو معايا الحمد لله، احنا في وسط فني، ومش عايزه اقول لا احنا مش في وسط، لا احنا في وسط كلنا يعني مع بعضنا، بس هو دايما معايا هو اللي ماسك لي حاجتي، ما بحبش ادخل حد غريب يعني، هو اخويا يبقى دايما معايا من بدايتي لحد باذن الله بقى النهايه. حاجه جميله. كمل كمل. لقوت القلوب كان دوري فيه مدرسه في مدرسه استاذه ليلى عز العرب اللي هي مديره المدرسه واللي شغاله فيها طبعا النجمه الكبيره ماجده زكي. فكان دور كده لطيف ان البنت دي اللي هي المدرسه مسؤوله عن كشف دفتر الانصراف والحضور بتاع المدرسين، وفجاه بقى بيحصل تاتش كده بينهم وبين استاذه ماجده زكي واستاذه ليلى عز العرب، ان هو مين اللي مضالك عشان تيجي، فهي البنت اللي مضت، فبيحصل كده حاجه كيمياء يعني كويسه. برضو انت اول مره تقفي تعملي حاجه مع فنانه ماجده زكي. دي اول حاجه برضو، وهي خلي بالك جميله جدا في اللوكيشن وتعاملت معانا كأم. هي فعلا هي جميله يعني فعلاً. عارفه الاحتضان في اللوكيشن. هي كانت استاذه ماجده زكي كانت مدينا الامان واحنا داخلين وتمام والدنيا زي الفل والدنيا حلوه، الحمد لله برضو اكتسبت خبرات برضو. حاجه حلوه قوي الحمد لله. برضو مسلسل ولاد امبابة دورك اتغير فيه. هو دوري اتغير يعني مش هو مش دوري يعني بصي هو مش الدور اتغير. بص هو الموضوع جه ازاي، في البدايه لما انا رحت مضيت العقد مع شركه الانتاج قال لي يا برلانتي انت المؤلف كاتب دور ليكي تبقي زوجة ابو المعاطي. ابو المعاطي ده مين؟ استاذ سمير غاني في الاول، فهتبقي الزوجة الأخيرة. كنت ماضية على 4 حلقات بالظبط اللي هما الأخرى. الزوجة الأخيرة اللي هي سواء الشخصية بتاعة أبو المعاطي، راجل طالع بيتجوز كتير قوي ومن كل جميع أنحاء العالم. بس الزوجة الأولى أستاذة فريدة سفر مصر، فولاده بقى مصطفى أبو سريع وسعد الصغير وريكو ومعرفش مين يعني مجموعة كبيرة تمام. فانا فرحت طبعا وقلت تمام مع استاذ طبعا سمير غانم ما اقدرش. قريت ورقته طبعا بوجه كل التحيات وكل التقدير طبعا للاستاذ ايمن البكري، كان كاتب الورق بشكل كويس جدا فعجبني الدور وتمام. جه المنتج بعد ما قال لي احنا مش هنجيب سمير غانم عشان خاطر ظروف انتاجيه، فهنجيب استاذ النجم طبعا لطفي لبيب. فطبعا انا قلت خلاص اوكي طبعا استاذ لطفي لبيب طبعا فنان كبير وقدير. جه يوم التصوير يعني قبل يوم تصويري جي استاذ لطفي لبيب جي يوم اشتغل، بعد كده حصل ظروف انتاجيه. فهو بقى الدور مش مكتوب لي بقى خلاص بقى يعني، هو حصل شويه حاجات كده فمش مكتوب لي. فلقيت المنتج كلمني قال لي برلانتي انت حد كويس وموهوب، فانا طبعا مش معاك انت بس، مع طبعا الاستاذه فريده سفر مصر وناس كتير المفروض ان يكون ليها دور يعني دور مع زوجها لطفي لبيب، فهو مش هيكمل، فاحنا هنعالجها وانت هيتعمل لك خيط تاني بقى خالص بعيد عن سوائي اللي هي البنت الفلاحه اللي كانت هتبقى مرات استاذ لطفي لبيب. فكلم المؤلف وقال لي احنا محضرين لك حاجه كويسه وعارفين ان انت هتقدري تعمليها. فهي كانت طلعت حبيبه اخت حبيب اللي هو ايمن منصور بنت استاذ منير مكرم، بنت بقى كبده في الحاره الشبابيه مختلف بقى تماما. فده لقيته لونه حلو شويه وقلت مختلف بقى. حاجات كتير انت عملتيها فعلا الحمد لله عجب الناس والحمد لله ظهرت بيه بشكل كويس. طيب اللبس طريقه الكلام برضو يعني قبل منها درست اشوف انا هعمله ازاي هضيف ايه هعمل. قعدت طبعا مع المؤلف طبعا انا بحترم جدا الورق قوي يعني احترم لما يكون في سيناريو ما بحبش اضيف غير لما استاذن، لو في جمله اقعد مع المخرج اقعد مع المؤلف طب انا ممكن اقول دي يا استاذ ولا تمام، لو مش تمام ممكن هو المخرج يضيف لي حاجه من عنده احسن من انا بقولها. صح فانا بحب احترم الورق وبحب احترم نفسي قوي في الورق يعني احفظ الورق افهمه خلاص تمام ادخل بقى ادي. فالحمد لله
عملت التزمت بالورق، ما بحبش اخرج بره السياق. انت لو خرجتي بره في اي عمل درامي بره السياق الدرامي الدنيا بتتوه، الناس ما بتفهمش حاجه. صح. فلازم المؤلف نحترمه عشان برضو ليه كيانه وتعبان في ورق وسهران فيه وكاتب، فلازم تحترم الورق اللي مكتوب. فعملت الدور بشكل كويس الحمد لله واعجب الناس، ولقيت بقى اتصالات بقى ولقيت كومنتات ولقيت حاجات جميله، وعلى السوشيال ميديا ان هم ازاي ايه ده الجمال اللي انت عاملاه ده، انت مختلفه تماما، اقنعتينا. فالحمد لله الحاجات دي يعني حسيت ان هي ادتني بوش يعني. عشان كده لما ظهرتي في خيانه عهد كنت مختلفه خالص. كنت مختلفه تماما، كنت ممرضه هاديه. اي بالظبط كده. لكن دي بنت بقى دي بقى قاعد كده وبقى وبتتخانق في الحاره وبتتعاكس ومش عايزه تتعاكس. فالموضوع كبير بقى. كان على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت مش فاكره امبارح والنهارده عن الفنان لطفي لبيب انه تعبان ودخل المستشفى، فعلا ده خبر اكيد؟ هو الاستاذ لطفي لبيب يعني معرفتي بالموضوع ان هو انا قريت حاجه كده ويعني انا كنت حزينه، هو ما اعتزلش التمثيل. هو فعلا ما كان عندنا في التصوير، هو كان تعبان، هو طبعا عشان ربنا يا رب يشفيه، طبعا هو عنده يعني جلطه في المخ اثرت على الجنب الشمال، فهو كان تعبان صحيا، فده يعني سوء حالته ما يخلوش يعتزل على التمثيل. هو طلع قال الكلام ده برضو يعني، قالوا في القنوات وقالوا في اليوم السابع النهارده الصبح انا ما اعتزلتش التمثيل ولا مستشفى ولا في الكلام ده خالص. هو بس عشان خاطر الموضوع اللي عنده ده ربنا يا رب يشفيه يا رب ويعافيه ويرجعونا بالف سلامه. فالموضوع ده هو بس اللي مأثر عامه في الفن عنده بس، لكن هو تمام يعني. الحمد لله. ربنا يا رب يعينه يا رب يا رب. اشتغلتي طبعا، انا عارفه اشتغلتي طبعا مع سمير ممثل فنان سمير غانم مع الفنانه ماجده. هو انا ما قابلتش استاذ سمير غانم، كان يعني كان نفسي اقابله بس هو الظروف اللي قلت لك عليها حكيتها لك بوضوح. اشتغلت مع استاذه ماجده زكي، واشتغلت مع استاذه احمد الفنان احمد سلامه واستاذ علاء مرسي وخالد انور. استفدتي ايه منهم؟ لا كل حد استفدت منه حاجه يعني. والحمد لله الفنانين اللي انا اشتغلت معاهم ما فيش نفسنا خالص. دي حاجه جميله على فكره قوي، تخلي بيدعموا الشباب. ايوه لسه هقول لك، بيدعموا الشباب وبيحافظوا على الشباب جدا يعني. انا كان دايما استاذ احمد سلام واحنا على المسرح واستاذ علاء مرسي كان دايما احسنت يا برلنتي، برافو عليكي، ايوه لا انت عندك اكتر، ايوه اشتغلي. دي حاجه جميله بتشجعك على الشغل اكتر وبتحببك في الشغل كمان. بالظبط بالظبط. فاحنا كنا في المسرح مختلف عن السينما، مختلف عن الدراما. المسرح ده انت بتقابلي الجمهور لايف، ما فيهاش بقى. فكانوا قبل المسرح كانوا يدوني بوش وتشجيع ان انا اشتغل على نفسي اكتر وعندي الاحسن. فانا اشتغلت مع استاذ علاء مرسي ليا شغل معاه في المسرح، ومع استاذ احمد سلامه كان في كيمياء كده بسيطه كده بيني وبينه، كوميديا ضحكت يعني الجمهور. مين من النجوم تحبي تشتغلي معاه او تحبي تشاركي معاه في اي دراما او مسرح لسه ما شاركتيش معاه؟ طبعا حبيبتي واختي الغاليه على قلبي وفاء عامر، دي حبيبتي بس حبيبتي. لا بصي انا مش عايزه اضيع حد مني بس هم يعني في الوسط الفني عارفين الاستاذه وفاء عامر دي قريبه من قلبي. وانا نفسي ان انا وفاء انسانه جميله جدا، نفسي ان انا اشتغل معاها. بس في نجوم طبعا كتير طبعا، بس هي على راسهم طبعا وفاء عامر. انا نفسي بجد من الرجاله. رجاله طبعا مش عايزه ازعل حد طبعا. عندك احمد السقا، استاذ احمد السقا جميل، استاذ احمد عز، استاذ امير كراره، استاذ محمد رمضان، يعني ناس كتير. لا ناس كتير مش عايزه ازعل حد منه. كل فنان تشتغلي معاه يعني تكتسبي منه خبره وتتعلمي منه، فاهمه كده؟ حاجه جميله وان شاء الله تبقي حاجه كويسه وتبقي فنانه مشهوره. ميرسي، ربنا يخليكي. ايه تاني؟ انت افلام برضو عملتي؟ ايه افلام؟ عملت سينما بس لسه ما طلعتش، واركب الترند. ايوه واللي هتغير اسمه. هو كان اللي تم تغيير اسمه بالظبط. وتغير اسمه بس هم يعني ثبتوا على اركب الترند وخلاص بقى تمام. اركب الترند ده بيتكلم عن كل ما يخص السوشيال ميديا، كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا. كل حاجه. فانا عامله دور فيه بسيط كده كوميدي برضو مختلف. عامله شخصيتين في شخصيه واحده، مش عايزه احرق طبعا عشان خاطر هو الفيلم ده يتعرض على ايد. انا عارفه كده ان هو بالظبط بالظبط. طب ايه بقى اسمه؟ اركب ترند. هم خلاص اتفقوا شركه الانتاج خلاص كده يعني. شركه شاد قالت اركب ترند خلاص يعني. بس فيلم لذيذ يعني. دورك ايه فيه؟ كلمينا يعني. مش عايزه احرق المسلسل. ما تحرقيش، قولي لنا جزء كده. هو كل اقدر اقول لكم هم شخصيتين في شخصيه واحده. دور كوميدي. عارفه انت موقف كده اللي هو احمد حسن وزينب؟ هو نفس القصه كده. بتبقى في البيت حاجه وعلى السوشيال ميديا حاجه تانية. بس هيضحك الناس يعني باذن الله. ايه اقرب عمل فني شاركتي فيه لقلبك؟ خيانه عهد في المقدمه. طبعا طبعا، لان خيانه عهد الدور مش كبير فيه بس علم مع ناس.
لان خالد انور في عنده فانز كتير قوي وفي ناس بتتابعه وفي ناس بتتابع استاذه يسرى تمام. فلما خيانه عهد خالد انور لما دخل مصحه الادمان الناس اتاثرت قوي. فعلا هو فعلا من الحلقه الستة والسبعة فاهمه انت. انا كمان كنت بتابعه وكنت مشتاقه عايزه اعرف هو كمان إيه؟ مسلسل اسري يعني حتى ما فيهوش بقى الام اللي خايفه على ابنها عايزه تحافظ عليه فده المسلسل. هقطع معاكي بقى فضلي. معايا حبيبتي صديقتي سحر شعراوي. الو 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 ايه يا سحر؟ ايوه يا شيرين. ازيك يا روحي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا جميله؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا شيرين. الحمد لله. معنا الفنانة طبعًا. الجميلة الرقيقة بيرلانتي فؤاد. أنا عارفة طبعاً معاك الفنانة الشابة الجميلة بيرلانتي فؤاد. حبيبتي. حقيقة أنا من أشد المعجبين ببيرلانتي بجد. ما شاء الله عليها. عجبني دورها جداً في خيانة عهد. فعلاً دور مش كبير بس دور مؤثر وجميل. وهي بصراحة أنا بتنبأ ليها بمستقبل جميل صراحه لان هي مجتهده جدا وبتشتغل على نفسها ما شاء الله عليها. وان شاء الله ربنا يا رب يكرمها ويوفقها ونشوفها في اعمال ان شاء اكتر واكتر واعمال في ادوار اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. ومساء الخير يا بيرلانتي. يا حبيبه قلبي انا مستنيك تخلصي عشان اسلم عليكي. حبيبه قلبي منوره الدنيا يا بيرلانتي. بنورك يا حبيبتي. مكالمتك اسعدتني والله يا استاذه سحر سيده الاعمال والاعلاميه الجميله مراه كابتن هشام يكن يعني اختي وحبيبتي. وربنا يا رب يحفظ لك جنه وكل سنه وانت طيبه عشان عيد ميلادها. حبيبتي وانت طيبه يا بيرلانتي. وصلت عندك بالسلامه. الحمد لله. كل سنه وهي طيبه يا حبيبتي. ربنا يفرحك بيهم. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يخليك. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا شيري. الله يسلمك انت وكابتن هشام. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامتكم. كانوا عاملين حادثه الله يسلمك. وبرلانتي منوره الدنيا معاكي حبيبتي. انا بتابعاكوا وبتفرج على الحلقه. حلقه جميله ورب بالتوفيق بالنجاح يا برلانتي. حبيبتي. وانا مستنيه اعمالك لان انا من اشد المعجبين بيكي زي ما قلت لك يا حبيبتي. انا المعجبه بيكي حبيبتي. ربنا يخليكي. طبعا كل اعمالك حبيبتي ما تحرمش مني. النجاح يا رب حبيبه قلبي. حبيبتي ربنا يخليكي. مستنيينك بقى يا سحر معانا. ان شاء الله. ضروري طبعا. ضروري طبعا حبيبتي. مستنياكي. ضروري طبعا. ضروري طبعا يا شيرين. ان شاء الله يا حبيبتي. تنوري يا حبيبتي. وقولي الجنه كل سنه وهي طيبه. استاذه سحر على اتصالك. استاذه سحر من الشخصيات العزيزه على قلبي بجد ومن الشخصيات المحترمه اللي بحترمها. جميله جميله. مكالمات النهارده كده في ناس بتفرحني بجد. يعني في ناس هي فعلا اعلاميه رقيقه جدا 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 وانسانه ناجحه يا رب. ربنا يحفظها يا رب. الحمد لله على سلامتها. امين يا رب. امين. فاتت كانت عامله حادثه هي وكابتن هشام. ايوه الحمد لله ربنا الحمد لله نجاهم. الحمد لله ربنا يحفظهم يا رب يحفظ اولادهم يا رب. يا حبيبتي يا رب يا رب. نكمل بقى العميل بتاعتك. كنت اتكلمنا على الفيلم. على الفيلم طبعا بطوله مجموعه من الشباب طبعا الفنانين مصطفى بوسريع ومروه عبد المنعم ورندا البحيري. مجموعه كده لذيذه من الشباب. والحمد لله خلصنا الفيلم ومستنيين عرضه يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. هتكلم بقى. انا عارفه ان انت مش متجوزه. تمام. في حاجات كنت بتنزليها على الفيسبوك خاصه بالرجل والسيده. تمام. كان في بوست كنت نزلتيه احترم جدا الرجل الانيق. بالظبط. احترم جدا الرجل الانيق. لو شخص كنت جاب النهارده شخصيته يكون ذوق في معاملته. بالزبط. يكون شيك في لبسه. صح. وناجح في شغله. ناجح في شغله. بالزبط. بس انت متخيله عشان انت ما دخلتيش دنيا بس. هو بصي الموضوع مش كده خالص. يعني انا كتبت البوست ده فعلا النهارده. مش عارفه انت خدتي اصلا وهتكلميني في موضوع يعني بعيد عن الفن خالص بس تمام ماشي معاكي. انا بحب اتفاجئ على الهوا. انا بحب اتفاجئ على الهوا. بصي انا من نوع ممكن اكون مختلفه شويه عن فكر بنات دلوقتي. ليا حته كده مع نفسي. انا بحترم جدا العادات والتقاليد بتاعت زمان اني اتربيت عليها. فانا لما كتبت البوست ده برضو في ناس دخلت لي على الماسنجر بصيت كده بس على الرسائل يعني بس لسه ما ردتش. يعني بيقول لي ايه البوست ده. بالظبط. انا بحترم جدا الراجل اللي بيكون انيق في نفسه وشخصيته. صح. بيحترم كيانه وبيحترم شخصيته. ويكون طموح وبيحب شغله قوي وما يعني ايه. كملي بقى جمله اللي هي المراه وما بيعجبش باي مراه ولا يكون مراه متاحه للجميع فده يبقى راجل. يعني دي عندي الراجل.
اللي ما يعجبوش المرأة كده يبقى هو ده يعني أي واحدة. بس دايما الراجل بينتقد المرأة كتير، مش كل الرجل، مش كل الراجل، مش كل الرجالة، مش كل الرجالة يعني 90% بينتقدوا، مش بس مش كل الرجالة، بس يجب، بس بينتقد الزوجة بس، لكن غير الزوجة مش بينتقدها. هو غير الزوجة، بص هو بيبقى قبل الزواج حاجة، في ناس تقولك قبل الزواج حاجة وبعد الزواج حاجة، هتكلم معاكي فيها بقى ما دام فتحتي بقى الموضوع. هنطلع فاصل اعلاني تمام يلا وهنرجع لكم تاني يلا. ورجعنا لكم تاني في برنامج عشاء بسعادة مع الفنانة الرقيقة الجميلة برلانتي فؤاد. اهلا بيك حبيبتي. هنرجع بقى لحوارنا. حوار بعيد عن الفن خالص بقى. الحوار ده بعيد عن الفن لان هيرجع برضو للفن. يعني بعد ما نخلص كلام هرجع للفن برضو في نفس الحوار. تمام اتفضلي. كملي. على البوست اللي كنت كباه وقلت له احترم، زي ما فهمت حضرتك قبل الفاصل، طبعا انا بحترم جدا طبعا الراجل الانيق ومحترم كيانه ومحترم شغله وبيجتهد وبيسعى وبيحقق نجاح كبير. بس مش شرط كل راجل انيق او يعني جنتل وشيك بيكون في بيته بنفس الطريقه، بيكون انيق بره لكن جوه البيت لا. بصي ماما برضو ارجع اقول لك، مش كل الرجاله. بس في بقى الست لها عامل كبير بقى يا استاذه شيرين. الست هي لها عامل كبير قوي ان هي تحافظ على الراجل اللي معها. بس حسب احتوائها ليه لو قدرت هي. بص الرجاله عامه، انا كنت كاتبه برضو بوست وتهاجمت بالبنات فيه، انا مش عارفه لما تهاجم كتير بالبنات ليه، بس انا ما بحبش اتحيز، بس انا بقول الحق، بقول يا جماعه الرجاله عصبيين. مره كنت كاتبه، بس هتلاقيهم ما فيش اطيب منهم. لما تلاقيه عصبي احتويه. بالظبط كده. لما تلاقيه يعني متنشن معاكي سيبيه، لما يرجع بعض احيان. بالظبط. لما بتنتقد كتير بتخرج عن شعرها، فمش بتبقى عارفه، وده غلط. دي مشكله غلب. كبيره دي مشكله بقى. وسببت طلاق كتير. أيوه. في الفتره اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، ويمكن الكورونا كمان. بالظبط سببت الموضوع ده. طب ما هو دايما الراجل في البيت دايما دايما كان الستات يقول له انت ما بتقعدش معايا ليه، انت شغلك واخدك. لما جت الكورونا وجي قعد في البيت، كلمت في الموضوع ده، مش عاجب. طب ما كان بره، مش عاجبها. فهو ده النقطه اللي بتكلمك فيها. الست دايما ليها عامل اساسي ان هي تقدر تحتوي الراجل اللي معاها، تقدر تحافظ عليه، تقدر تحافظ على شغله، تقدر تحافظ على كل ما يملك. لانها هي دايما الراجل بيختار الست او الست بتختار الراجل. دي مش فارق، ومفيش على فكره كرامه بين الراجل والست. ده المفروض. بس ده المفروض لما يكون في بينهم علاقه حب مترابطه، مفيش كرامه بين الراجل والست. في سيده لما بتزعل بتروح سايبه بيتها وماشيه، بس ده غلط. اكتر حاجه بتعمل ده غلط، وما تدخلوش طرف تالت بينكم. يعني دي مشكله. مش لازم ان هم لما بيدخلوا طرف الدنيا بتبوظ خالص. الدنيا بتبوظ. يحلوا مشاكلهم بنفسهم. يعني هو دايما خصوصا بقى لما يكون في اولاد بقى. هنرجع للتمثيل، معانا الفنان القدير احمد سلامه. طيب اتفضل. الو استاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، شرفتنا ونورتنا باتصالك. ميرسي ميرسي حبيبتي. والاعمال الفنيه الجميله اللي حضرتك بنشوفها لحضرتك، ربنا. بس عايزين نشوف اكتر واكتر يا استاذ احمد. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله الايام جايه كتير ان شاء الله، بس ربنا ينجي بلدنا يا رب يا على خير من من الوباء الخطير اللي بيدمر الدنيا في العالم يعني. امين. احنا معانا برلانتي. انا سعيد جدا طبعا ان انا بعمل مداخله، وبرلانتي من الممثلات الهايلين الحقيقه انا اشتغلت معاها. شرف ليا يا استاذ احمد، شرف ليا. ربنا يخليك يا رب. شرف ليا. اشتغلت معايا مسرح كمان، والممثل في المسرح يعني الممثل الكويس تعرفيه من المسرح كمان. هي لسه كانت بتقول ان حضرتك كنت بتشجعها كتير. طبعا طبعا طبعا. بصي انا في الشغلانه دي، انا الموهوب بجد او اللي بحس ان عنده موهبه بجد وعايز يعمل حاجه بجد، انا بقف جنبه جدا. وكتير قوي اللي بحس ان هو يعني نفسه يمثل بس ما عندوش الموهبه، بقول له لا يعني حرام، ممكن هو يبقى موهوب في حاجه ثانيه على فكره، فانا ببقى بضلله لو قلت له لا كمل ولا فعلا. انما برلانتي لا، من الممثلات الهايلين الحقيقه اللي اشتغلوا معايا مسرح، وكمان انسانه جميله، ربنا يخليك. يعني بني ادم على المستوى الانساني، بني ادم هايله. ربنا يخليك يا استاذ احمد، شهاده اعتز بيها طول حياتي بجد. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وحضرتك اعمال حضرتك برضو جميله جدا. ربنا يخليكي. عايزين نشوف لك اعمال اكتر من كده كمان.
ان شاء الله باذن الله. ما يعني والله انا ما بعملش غير الحاجه اللي انا بحبها الحقيقه، صح فعلا فعلا صح، بالرغم من ان ده يعني ممكن ياثر عليا في حاجات كتير ثانيه، لكن ما اعرفش اعمل حاجه ما مش يعني انا مقتنع علشان بيها. اعمل شخصيه لازم ابقى بحبها، وانا صح مش هعرف اعملها، لان انا لما باجي اقرا بتفرج مش بقرا بس، يعني صح لما باجي اقرا حلقات في ببقى كاني بتفرج بالظبط في يعني. حاجات حضرتك اعمال جديده؟ الحقيقة في داخل مسلسل اسمه الوجه الآخر مع مجيد المصري، مع مجموعة جميلة مش عايز أقول الأسماء بس علشان ما أنساش حد، كاتبه الأستاذ فداء الشندويلي، إخراج الأستاذ سميح نقاش، يعني مجموعة جميلة جدا المفروض تاخدينه الأسبوع الجاي. يا مسهل يا رب، يعني يبقى عمل كويس ويعجب الناس ان شاء مبروك الله. يا استاذ احمد، ربنا وجود يوفقك، حضرتك فيه هيعجب الناس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء احنا الله. سعيدين بمداخله حضرتك. ميرسي، انا سعيد وهنستناك جدا والله هنستناك في برنامج. وميرسي على كل الكلام اللي قلتيه يا برلنتي، والله على ايه ده، انا يعني ده حق حضرتك، ويعني قليل كمان يعني. تسلميلي، ربنا ان شاء الله مستنيينك قريب في برنامج عايشه بسعاده. تشرفنا وتنورنا يا فندم. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ميرسي على مداخلتك الجميله. ميرسي خالص، ميرسي وبالتوفيق يا برلنت. ربنا يخليك يا استاذ احمد. ميرسي 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 حبيبي، مع السلامه. من الممثلين الجمال جدا، انسان راقي محترم يعني، وانا كمان اكتر حاجه بحبها له مسلسل رفيع بيه. طبعا تاريخ صراحه، كان جميل جدا جدا جدا. تاريخ، انا عارفه بيتابع الحلقه دلوقتي، فعلا بشكره بجد، قام بدور جميل. وهو المسلسل كله كل ابطاله كانوا قايمين في ادوارهم بصراحه، فعلا كان حاجه. استاذ احمد سلامه تاريخ، والواحد الحمد لله انا يعني انا اتعلمت منه برضو يعني الكثير، ومن الشخصيات كمان المحترمه. انا بحب اتعامل مع دايما بالزبط المحترمين، ما بحب، دي اجمل حاجه على فكره. بالظبط بالظبط، ومواعيده حلوه وانسان بجد يعني، يا ربنا يوفقه يا رب يا رب. هنرجع بقى لحديثنا اللي هو بعيد خالص عن الفن، بس هيرجع برضو للفن. تمام، كتير هيقول ازاي هيرجع للفن. لا، هسألك سؤال خاص بالبوست ده بالذات بعد ما نخلص الحديث. بنتكلم طبعا عن الزوج، قلت لك ان الزوج او المرأة بشكل عام لها عامل اساس ان هي تقدر تحتوي للراجل اللي معاها عشان تبقى علاقاتهم ناجحه. صح كده، يعني ايه، هو يشد هي ترخي بالبلدي كده، هو يشد هي ترخي عشان الحياة تستمر، هي مملكتها اصلا، والطرف الثالث ما يدخلش. الطرف الثالث يعني، بصوا يا جماعه نصيحه بجد، يعني الطرف الثالث ما يدخلش ما بينكم. فعلا دي حقيقه، لان لما في طرف، بصي في ناس بتحبه وفي ناس بتكره. بالظبط، لو الموضوع صغير هيكبر بقى وملوش اي لازمه. لا لا، ومش كده، في بعض احيان الزوج او الزوج لو حد دخل وقال كلمه بيرجعوا لبعض، وبعد كده بيبقى في كره للطرف الثالث. بالظبط بالظبط، هو اللي وحش، ما انت دخلت ليه بقى أيوه من الاول، مشكله كبيره. فسواء بقى يعني علاقه مع بعض، ده مخطوبين متجوزين، ما بينهم اولاد مش بينهم اولاد، لازم الاحترام، المراه تحترم الرجل. بس في حاجه هقولها لك، ما تنسيش برضو قعده البيت والكورونا خلت الزوج فاضي، ما فيش وقت عنده غير ماسك الموبايل او بيكلم حد، والزوجه لما بتعرف بتتضايق وبيبتدي الخناقات. بالظبط، فدي ممكن سبب خناقات كتير في البيت، ووجود النت في البيت بطريقه واستخدامه بطريقه غلط كمان. طب ما هي المراه برضو ما اكيد عندها فيسبوك، صح؟ ما احنا برضو هي اكيد عندها فيسبوك فعلا، بس هنلاقي مثلا الراجل بنسبه كبيره جدا بنسبه كبيره جدا، ما هو مثلا عشان الراجل مثلا اقول لك على حاجه، لكن السيده بيبقى ما بيحبش قعده البيت، مش تمام، فتلاقيه بيلاقي نفسه في اي حاجه، شويه مع اولاده، شويه مع مراته، شويه مع الموبايل. ما هو اكيد، ما هو يا ريت برضو قعده البيت دي تخليه يقرب من اولاده. ما في ناس قعدت في البيت بس ما قربتش من اولادها، ودي كانت مشكله كبيره جدا، مشكله ما بين يعني الزوجين. بالظبط كده، هو ما بيسالش عن اولاده، هو برضو قاعد في البيت متضرر من قعده البيت، بس مش هدفه الاولاد ولا الزوجه. يا ترى ده احنا ممكن نقول عليه ايه؟ بتبقى في فئه، هي فئه معروفه، بس برضو لازم الست تعمل اللي عليها. بس صح، هو ده اللي اقول لك، الست لازم كل يعني. السؤال على البوستة، هو اتعرض عليكي مسلسل درامي خاص بالموضوع ده؟ يعني مسلسل يعني اني موضوع، لاني بوست، هو البوست اللي احنا بنتكلم عليه، اللي الزوج والزوجه والحياه الاسريه واختلاف الاراء ما بينهم، وقعدته في البيت باستمرار، او مشاركته في حاجات كتير قوي، او بيضايق الزوجه، او بينتقدها كتير، تقبلي تعملي حاجه زي كده؟ لو محترم اعمله طبعا بشكل كويس، ومكتوب الورق كويس، ومخرج كويس، وممثلين طبعا يعني دفولي، اعمله. طب ليه الدراما ما بتطرحش المشكله ديت، ودايما بتجيب
الاولاد اللي بيسهروا بيشربوا. ما هو ده واقع يا فندم. اه ماشي بس واقع. احنا اه ماشي واقع، بس ما نجيبش ايه اساس الواقع ده يعني البدايه. ما انا إيه؟ انا معاكي. هو على فكره الموضوعات اللي يعني المخرجين او المؤلفين بيطرحوها في الدراما او السينما بتبقى واقع ملموس من هنا من عندنا احنا. ما هو في سهر معانا السيناريست ايمن البكري. اه استاذ ايمن مؤلف ولاد امبابه. الو الو. ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ منورين الاستوديو استاذه شيرين. نور حضرتك يا فندم. استاذ ايمن ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا برلانتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. فنانه جميله، فنانه جميله والله. ربنا يخليك. سمعها يعني. لسه كنت بتكلم دلوقتي عن مسلسل ولاد امبابه وكانت بتسالني بتقولي دورك اتغير ليه؟ قلت لها يعني حكيت لها كده بس تفاصيل صغيره وقلت لها بس المؤلف كتب لي حاجه وانا الحمد لله التزمت بالورق وعملتها بشكل كويس. طبعا هو مش دورك بس، هو عامه الظروف طبعا حكمت علينا ان احنا في ادوار كتير اتغيرت. بسبب الموضوع الكورونا، ربنا يحفظ بلدنا ان شاء الله. امين يا رب. امين. وبس اديتي اللي مطلوب منك وزياده، مع ان اختلاف الشخصيتين اللي اتكتبوا بس عملتيها باحترافيه جميله يعني. ربنا يخليك. وده اللي متوقع من حد نجمي برضه يا بلانتي. انت حد جميل وحد ليه حد جاي زي ما بنقول كده. ربنا يخليك يا استاذ ايمن. حضرتك احنا لسه بنتكلم عن مشاكل الاسريه. تمام. ليه مش بنفكر حضرتك نعمل حاجه عمل درامي بيخص المشاكل الاسريه، مش يعني اللي بيسبب المشاكل بقى، مش المشاكل نفسها. ايه سبب المشاكل حضرتك؟ فاهمني اقصد ايه؟ واحنا ممكن نعمل حاجه، هو مش اللي سبب المشاكل، احنا نوجد حلول. اه بالظبط كده. بس لازم هنطرح الاول سبب المشكله عشان نطرح الحلول، صح؟ بالظبط. اه ما دي اللي انا بتكلم لو برلانتي دلوقتي ان احنا بنجيب مثلا اولاد بيسهروا او بيشربوا او بيشموا او الحاجات اللي هي ايه الانحراف الجامد قوي بالنسبه للاولاد والبنات، بس ما بنجيبش ايه سببها. فهو سببها انشغال الاب والام عن الاولاد، ودي مش بنقولها. بالظبط. هو طبعا انا عايز اقول لك حاجه استاذ شيرين. اه اتفضل. الموضوع اللي انت قلتيه اللي هو الشرب والحاجات والسهر والحاجات دي تناولوها كتير قوي، كتير جدا يعني. بالظبط. طبعا اساتذتنا الكتاب والممثلين العظام اللي احنا بنتعلم منهم وما زلنا بنتعلم منهم. بالظبط كده. فانا ممكن نعمل ده بس من خلال اللي بيحصل دلوقتي يعني. من صح. خلال التكنولوجيا الحديثه اللي هي موجوده دلوقتي، ان الولد على طول ماسك الكتاب او الموبايل. ايوه هي دي اللي كنت بتكلم فيها بقى. مثلا الستيشن بتاعت الجيمز وهو واصحابه. بس عايز اقول لك حاجه. هو طبعا الاعلام بتاعنا ما شاء الله يعني اثرى الموضوع ده حلول، واثرى يعني طرح وحلول، بحيث ان انا دلوقتي انا بقيت اشوف حاجات جميله جدا وايجابيه جدا في الشارع بتاعنا. ان الولاد لابسين سكيت، يعني حد معاه سكيت بورد او لابسين سكيت اللي هو الباتيناج اللي بيقولوا عليه، وبيتمشوا في التحرير، البنات راكبين عجل. الدنيا برضه بقى فيها مش وحش بس، بقى فيها برضه ايجابيات جميله جدا. بالظبط. فبالنسبه للسلبيات، احنا اكيد كل بيت في مصر عارف السلبيات اللي بتحصل. وممكن احنا بقى نتناول ده من خلال الواقعيه بتاعت الموضوع، ان احنا ازاي نقلل موضوع التكنولوجي بتاعنا شويه، او ازاي نقننه حتى. بالظبط صح كده. نقننه يعني. صح. فعلا هو ده فعلا لازم. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يسهل كده ونعمل حاجة تخدم الموضوع ده إن شاء الله. ميرسي لمداخلة حضرتك، وإن شاء الله مستنيينك في البرنامج. عايشة بسعادة وشكرا لحضرتك. كويس إن هو دخل معنا في مكالمة، لأن فعلا إحنا فعلا بنناقش قضية، بنقول بدايتها، بنقول نصها، ما بنقولش بدايتها وما بنعالجهاش كمان يعني. حتى في اي مسلسل او اي فيلم ما بتتعالجش، ما بيجيبوش بدايتها، بتنتهي ما بيجيبوش بدايتها، وبيجيبوا نهايتها بدون ما تتعالج، بتفضل زي ما هي. بالظبط. هو بتسبب كوارث كتير جدا. النهايه مفتوحه زي ما في مسلسلات كتير. في البرنس كان في مشهد للولد هو والبنوته اللي معاه. في الاخر هي توفت وهو كان مدمن. بالظبط. بس فين اهل البنت؟ مش متواجدين. مش بس فاحنا مش معرفناش في المسلسل نفسه. ما فيش اب ولا في ام ولا في طب فين؟ ما فيش اي حد. مش معقوله الاهل كلهم مش متواجدين.
فاحنا يمكن هو مثلا المخرج كان ليه رؤيه معينه، عشان كان الاستاذ محمد سامي طبعا كان المؤلف والمخرج، فهو كانت ليه كانت رؤيه معينه ان بنت بقى في نوع من البنات كده بيحبوا يعيشوا مع براحتهم، عشان كان دور صغير جدا، فهو مش هيجيب كل حاجه عنه بالزبط. بس احنا بقى لو اتاح لينا عمل درامي وطرحنا فيه المشكله دي بقى بعمل درامي والحل بتاعه بالظبط، الحل بتاعه ان لازم الام والاب ياخدوا بالهم من اولادهم. معظم دلوقتي إيه؟ بص عليك، معظم دلوقتي يعني الام والاب ما بقوش زي الاول، يعني في يعني الا قوي اللي تلاقيهم مع اولادهم بالظبط، يعني فاهم، هو المفروض بيتابعوا كمان على الفيس بالظبط، لازم نتابع على الفيس بنشوف ابني بس ابني انا بيني وبينك مين وممكن أصحابي. اقولها مثلا دي حاجه كده جريئه، انا ما بحترمش الام اللي هي ما بتتابعش طبعا بنتها بتعمل ايه او ابنها، لا لازم تحافظوا على اولادكم بالظبط، يعني هم دايما يقول لك اه احنا كبرنا، بس كبرنا بنقدر نتحمل مسؤوليه، بس طبعا في ورايا اخ وفي ورايا يعني والد، يعني امي عارفه انا بعمل ايه، فاهميني؟ بس احنا ممكن هي تعالج الموضوع، ان هي ممكن لو دخلت على الفيس تشوفه بيعمل ايه او دخلت عند بنتها من غير ما تحسسها او من غير ما تحسسها ان هي بتراقبها، يعني بتشوفها بالزبط. الام لازم تبقى صاحبه البنت كده، لازم صاحبه الولد بالظبط الاثنين، ما تبقاش فهي بتبقى فعلا على درايه ابنها بيعمل ايه، مين اصحابه، بيكلم مين بالزبط. خارج رايح فين بالزبط. لكن ولما بيطلب فلوس بتساله هتعمل بها ايه المشكله، بس في بقى امهات بتعملها ما بتعرفش تتعامل بده، في امهات بتسايس اولادها بشكل كويس بيخلوها تحكي له، يعني البنت او الولد يحكي لها كل حاجه بالزبط. بس في امهات بتستخدم العنف، وده مش صح، ما دام الولد والبنت خافوا مش هيحكوا بالظبط، لان مش هيبقى في صداقه، طول ما الام صاحبه البنت هتحكي لها، طول ما الام صاحبه الولد هيحكي لها بالظبط كده، فده بتبقى من هم صغيرين متعودين على ده، مش هم كبار على فكره، بتبقى مبنيه من منبع التربيه صح، بتبقى في عادات وتقاليد مبنيه، مش الموضوع الخنقه، عشان في ناس تقول لك لا انا في خنقه، لا مش هو مش هي مش عايزاها بقى تعمل مش الخنقه، لا هي بتصاحبهم ولو حاجه غلط بتسيسهم، انت عملت واحد اتنين تلاته وده غلط، هنستنى بقى العالم عامل الدرامي ده انك انت تنتظري فيه باذن الله باذن الله. عايزينك بقى تقدمي كلمه كده لكل اللي بتحبيهم على الهوا والماما، اول حاجه هتقدمي لماما كلمه على الهوا طبعا، اقول لماما ربنا يخليكي ليا ويحفظك ودايما ماشيه بدعواتها، هي دعواتها الحمد لله يعني ربنا مستجابه وست متصالحه مع نفسها وربتنا كويس جدا هي وبابا الله يرحمه، وكان نفسي بابا يكون موجود معانا يعني معايا في ويشوف نجاحي اللي هو كان عايز يشوفه، بس انا عارفه ان هو حاسس بيا ودايما طبعاً بحلم بيه، عارفه ان هو بيحس طبعا، فعارفه ان هو معايا في كل وقت، وبشكر طبعا امي والله ربنا يخليكي ليا، يعني انا مش يعني ربنا بيحبني رزاني بامي جميله، ربنا يخليها امي بتفهمني ومعايا ومصاحباني ومعتبراني اختها، فالحمد لله ما بعملش حاجه غلط عشان خاطر اخاف عليها، فالحمد لله الواحد متربي على عاداته والتقاليد. انا سعيده بكلمك على مامتك، ربنا يخليك، ربنا يخليهم لك يا طنط، ربنا يخليك ويبارك لك فيهم، واشكر اخويا طبعا وبشكر كل اللي بيدعمني وكل اللي واقف جنبي وكل اللي بيحب لي الخير وما بيحقدش عليا ولا بينفس، لان احنا في يعني في مجتمع مش مستاهله ان احنا نحقد على بعض ولا نفسنا على بعض، ده كل حاجه بتاعت ربنا، انا من الشخصيات اللي لما بلاقي حد ناجح بفرح جدا وبحب ابارك لكل الناس وبحب الخير لكل الناس، دي حاجه جميله، فربنا بيلهمني بالناس المحترمه فعلا، فبشكرهم بجد وبشكر امي واخويا وبشكر كل الناس المحترمه. من الممثلين والممثلات تحبي توجهي كلمه لمين؟ مش عايزه ازعل حد مني، قلت لك انا مش عايزه ازعل والله، في الوسط كلهم حبايبي على فكره، هم كلهم حبايبي والله، بس انا مش عايزه بس مفيش حد معين، صديقه هي استاذه وفاء عامر واستاذه سارة، بصي اي حد بتلاقيه بيعمل لي مداخله اعرفي ان هو قريب مني، يعني بيحب لي الخير ومعايا وواقف جنبي، فانا بقول لجميع فنانات مصر وفنانين مصر ربنا يكرمكم ويوفقكم ودايما تمتعونا باعمالكم الجميله اللي احنا بنستفاد منها كثير ودايما كده موفقين دايما يا رب. في حاجه جديده هتبتدي تصوريها باذن الله، برنامج عشاء بس عادي يكون اول واحد يعرف، عايز اقول لك باذن الله هتشوفوني في رمضان 2021 بشكل تاني خالص، ما اقدرش بقى انوه على اي حاجه لان الحاجات في الكتبين كده، ربنا يخليك، نتمنى لك النجاح يا حبيبتي، وانت شرفتينا والوقت عدى معاكي، وقت جميل عدى معاكي بسرعه، ربنا يخليك، وان شاء الله هنقابلك جديد في الفتره الجايه في عمل تكوني عاملاه جديد، وهنقابلك بعد الفيلم ان شاء الله لما يتعرض باذن الله يا حبيبتي، وتشرفونا في العرض الخاص باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي، وبالتوفيق ان شاء الله يا بيرلاند، احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده، انا اللي سعيده ومتشرفه بوجودي معاكم، وبشكر كل المشاهدين اللي شاهدوا الحلقه، ويا رب باذن الله تعجبكم ويكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. عايزين المشاهدين يا رب نكون اسعدناكم في برنامج عيشها بسعاده، وان شاء الله باذن الله انتظروني الحلقه الجايه من برنامج عيشها بسعاده مع ضيف جديد
وضيف مميز وحلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.